غبي سامحه غبي غبي. انا عندي فكره حلوه. ايوه قول انت. بس ثق فيا بقى. انا واثق فيك. خد ياض دي. ها يا معلم عماره. يا معلم عماره. ايه يا ميدو في ايه؟ تعالى انا عايزك. عايز ايه؟ بقول لك ايه، استنى كده. ها عايز ايه؟ ايه يا ابني ده؟ انت زعلان مني في حاجه يا ابني؟ لا انا مش زعلان. امال مطلع موت ولا ايه؟ انا عايزك تأذن. ليه يا ابني؟ جدا. كوكو كوكو. ما تدفعش عليا، أذان المغرب مش أذان الديك. مش وقته يا ابن المغرب. أدن لنا شقة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا أسطى. خد افطر يا أسطى. إيه ده، جبت الخردة من إيه؟ سرقته من عم ورور. يا ابني الإيه؟ برافو عليك والله، الحمد لله، ربنا ده كبير قوي. الحمد لله الحمد لله. المغرب ادن قبل العصر. بقول لك طهر رمضان ده كله خير. الحمد لله. لا مسبعيني ده العيد بكره. الله اكبر الله اكبر. وانتوا اللي بتدانوا. كده انا زعيم. ها غني 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 فلوس فلوس. انت مصطفى؟ اهلا، تعالى تعالى شفطوره، تعالى شفطوره. ايه ده؟ ها شفطوره. انا عايز اعرف انت ولائك لمين؟ ايه الجمله الصعبه دي؟ ايوه، يعني انت سيدك مين؟ انا سيدي الجنيه. طيب واللي يديك 1000 جنيه؟ يبقى سيدي وصالك. يعني تبقى انت بالنسبه له ايه؟ يعني هيبقى سيدي الحاره وسيدي الحته وسيدي الناس كلها. خد يا شفطوره 1000 جنيه واللي اطلبه منك تنفذه. عمرك يا كبير. ايه ده، ده بجد؟ ما تعدش عشان الابيض ما يبانش. حاضر. أخيراً أخيراً أخيراً. إيه؟ هو أنا الكلام بتاعي ما بيتسمعش ليه؟ الكلام؟ الكلام بتاعي ما بيتسمعش ليه؟ أنا عايز أفهم. أنت في كلام قلته وأنا ما سمعتوش؟ أنا مش قلت لا حول الله رب. أنا مش قلت تلموا القفش والكراكيب بتاعك وفي العربية النص نقل وتتوكلوا على الله من هنا؟ تتوكلوا اللي هو أنا ومين يعني؟ تتوكل على الله. تتوكل؟ اه مش تتوكلوا. طب انت ليك عندي كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه 5 جنيه يعني 20 قرش؟ لا 5 جنيه. يعني كام؟ يعني 5. 5؟ اه. طيب العمارة بتاعتك كلها على بعضيها بكام؟ انت مش قد العمارة كلها، بلاش نخش في كلام مش هنوصل له الاخر. هنوصل له. قول لي بس العمارة كلها على بعضيها بكام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه العمارة؟ ايه يا عم شغل النصب ده؟ ده احنا زمان مش دلوقتي يا عم. يعني لا. ادخن عمارة وقتنا ب 200 جنيه. يعني هو زمان ما كانش فيه نصوبين؟ يعني انت نصاب؟ اه. وانا من النوع اللي بيضحك عليا صح؟ آه. شفطورة. امرك كبير. احضر معانا شفطورة. آه. انا اشتريت منك العمارة يا معلم عمارة. ادي 1000. ايه ده؟ ادي 2000. ايه ده؟ ادي 3. جبت الفلوس دي منين؟ انت ميولك. ادي 4. سبحان الله. 5000 جنيه. العماره بتاعتك بقت حقي دلوقتي. 1000 مبروك. انت بقى تلم ايه؟ الكروكيب والعفش وليه ونص نقل وليه ايه؟ طب ادونا طب فرصه نلم الحاجه فيها، مش على طول كده. لا على طول كده. شفطوره. عمرك يا كبير. في ايه؟ ما الحاجه كتير يا شفطوره. يعني ايه الحاجه كتير؟ ايه ده في؟ يا ابني الجنيه. خد تعالى خد تعالى. يضحك عليك كده يا شفطوره. الواد على ايدك دلوقتي خد مني ايه؟ 5000 جنيه. أيوه. هتطلع له تجيب ال 5000 جنيه بطريقتك. ماشي. منهم 2 ليا والثلاثه ليك يا معلم. امرك يا كبير. ايوه. يا سلام، الفلوس بتقوي
بتقوي جدا. هلا 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 ايه ده ايش هلا 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 الواد ده مين الواد ده مين الواد ده مين ده ايش القلاقه والشياكه دي يا مصطفى فندم؟ ايدك معلش والخضار معلش. معلش انت نصبت عليا المره اللي فاتت. انا نصبت عليك؟ انا افتكرت. في كام؟ في 35 قرش. انا كنت واخد منك كام؟ كنت واخد مني 35 وبعدين 15 شويه حاجات واديتك نص. يعني انت اتخن ورقه شفتها في حياتك كانت كام يا معلم ورور؟ الورقه الحمراء ام مدنه ام 100 جنيه. ام 100 جنيه يعني انت لو شفت بعينيك دول 1000 جنيه ممكن يحصل لك ايه؟ مغمى عليا مش هلحق اساسا انا اشوفهم ولا هلحق. ايه ده جبتي لي الاسعاف؟ ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك بس ايه القيافه دي كلها؟ لا ما الحمد لله انا اصلا ما وقعت فقمت عامل اللي في البرازيل جاب لي فلوس. نهارك سعيد يا سيدي افندي. يا الناس القديمه اهلا وسهلا. انا مستاء كتير من اللي حصل. حضرتك المزمزيل دي خدعتني قالت لي هتيجي هنا هتشيل واحد حجمه عادي انما ده كومبو. معلش شيله هنديك معاه سلطه فري. حرام عليكوا شلوت ده مزوره. خد اتصل بالرقم ده. ده رقم ايه؟ الونش اللي هيسحبه. لا حرام عليكوا ونش ايه يا جماعه؟ لا ما ينفعش يا جدعان. ده تخين قوي يا جدعان. يا جدعان لو دخل جوه عربيه الاسعاف الكوتش هيفس. ما تتصرف يا اتصرف يا مصطفى فندم. اتصرف ايه؟ اكفنوه مكان ما هو نايم كده وخلاص. وانا اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ خلاص مكان ما هو نايم يدفن. انا خلاص ما بقاش عندي قلب. انا خلاص الفلوس قوتني. عايز حاجه؟ اديني فلوس وانا ممكن اساعدك. لا 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 تساعد مين؟ انا ممكن اجيب اهل الحته كلهم يشيلوه يرموه يدفنوه. اهل الحته اللي هيشيل اللي مرمي ده هياخد 100 جنيه يا راجل يا ناقص. ها مش انا اولى بال 100 جنيه دي؟ ها يعني انت اولى؟ يعني لو 10 تنفار جولك شالوك كل واحد في 100 جنيه يعني ب 1000 جنيه. الحق حمل وجري حمل وجري حمل وجري. وسع طريق الاسعاف وسع طريق الاسعاف. انت ايه اللي جرالك يا مصطفى فندم؟ الفلوس قوتني خلاص. هاجي لابوكي وهطلبك. مش هطلبك انت لوحدك، هطلبك بقى انت وامك وجيرانك. انا ممكن اشتري العماره اللي انت فيها كلها. لا يا مصطفى فندم، عمر الفلوس ما بتشتري الناس وعمر الفلوس ما بتعمل بني ادم. ياما في ناس فقراء كتير بس رجاله وجدعان وعيشتهم احسن من عيشه البشوات. خساره يا مصطفى فندم. يعني قصدك ايه؟ ان انت مش هتتجوزيني؟ لا فلوسك دي خليها لك، ولما ترجع مصطفى فندي بتاع زمان ساعتها ممكن نتجوز. مصطفى فندي بتاع زمان ده كان فقير، ما كانش لاقي ياكل، وانت اللي كنت عايزه مني الفلوس. طب اعمل ايه؟ مفيش غير الفانوس. هو الفانوس هو العفريت. خلاص مش لازم ابقى غني، لكن القوة اكيد القوة هي اهم حاجة. لو انا قوي اكيد كانت حبتني. ادعك الفانوس يا مصطفى. انا بدعك اهو يا عم اطلع. يا حبيبي ليه خايف من العفريت يطلع لي؟ يخرب بيتك انت بتدعك فين؟ ادعك بحنية وقول الباسورد يا مصطفى. يا حبيبي ليه يخاف من العفريت؟ يطلع له ينزل له دوري مي فاصول لا سي. يطلع له ينزل له. شبيك لبيك سوي كوش بين ايديك. الشاي بتاعنا يا عم العفريت عشان عندي مصلحة كده. بقولك ايه؟ انا مدي كله انك انت تقعد معاه اليوم كله. عايز تمشي ليه؟ عندي زفه عروسه كده عايز اخلصها واجي. زفه عروسه؟ روح الحق الدخان بتاعك. ماشي. خفت وخلاص. المهم انت طلعت لي دلوقتي. انا مش عايز الفلوس. امال انت عايز ايه يا انا مصر. عايز ابقى قوي. عايز ابقى قوي. انت خليت قبل كده اي حد قوي؟ دي لعبتي يا مصطفى. انت مش شايف القوه موجوده عندي ولا ايه؟ لا لو قوي كده مش عايز. لا انا عايز ابقى قوي. عايز الناس الجامده اللي يضربوا 10 بالايد كده و10 بالايد دي. تفرق يا مصطفى؟ انت القوه دي عايزها في المصارعه ولا في الملاكمه ولا في البوكس ولا في البودي بوردنج؟
بودي بولدنج؟ بودي بولدنج اللي انا عامله ده، ما هو ده اسمه بودي بولدنج. بادي بيلدنج. بودي بيلدنج. ايوه بادي بيلدنج، مع مصارعه مع ملاكمه مع كاراتيه، انا عايز ابقى اقوى واحد في العالم. خلاص انت خليت مصطفى. حد قبل كده قوي؟ او كتير يا مصطفى. فريد شوقي الله يرحمه، الشحات مبروم. الشحات مبروم؟ ما هو كله مبروم كده يا مصطفى. انا عايز ابقى زي الناس دي. خلاص يا مصطفى، روح يا مصطفى، انت هتبقى قوي يا مصطفى وهتخلي الناس تحبك يا مصطفى. روح. لا انت بتحدف فاضي الكرسي عليا عشان تقعد عليا معاك. اه ده ليه؟ تعالى شغال ايه؟ اه انا شغال خضر. اه بتدفعش لي توا ليه؟ اه اجمع عيش فلوس. طب تعالى ليه يا ابني؟ بعيد عشان معيش فلوس. ابوك فين يا ابني؟ بابا مسافر. مسافر فين؟ عند ربنا. انت امك اسمها ايه يا ده انت؟ ماما اسمها ماما. ايوه ابوك كان بيقول لامك ايه؟ كان بيقول لها يا بيبي. يعني ايه يعني جارتكم لما كانت بتخبط على باب البيت كانت بتنده لها وتقول لها يا ايه؟ يا ام محمد. بطاعة امك مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها انثى. ايه ده يا معلم، حرام عليك. خد ياض انت. اه الواد ده امه اسمها ايه؟ انا كنت بقول لها يا طنط. طنط؟ اصل هي اللي مربياني. انتوا هترخموا عليا بقى وكده تمام؟ ماشي. الواد ده قط وربنا نقتلك. الواد ده بيموت ازاي؟ الواد ده بيموت من الضحك. من الضحك؟ اه. عصفورتين عملوا سبق. واحده راحه للشمس وواحده راحه للقمر. مين توصل الاول وليه؟ العصفوره اللي راحه للشمس. ليه؟ عشان الشمس بتطلع كل يوم. غلط. امال اللي راحه للقمر هي اللي هتوصل الاول. ليه؟ عشان اللي راحه للقمر هتطير كده واللي راحه للشمس هتطير كده. هموتك. هيقف يا مفتاح. هموتك. الواد ده بيموت ازاي؟ الواد ده بيموت فيك يا معلم والله. والله بعشع تراب رجليه. بجد والله؟ والله يا معلم. بس انت انا نفسي افهم حاجه، انت بلطجي ليه؟ طب ما انا هشتغل ايه اعمل ايه؟ اشتغل ايه؟ ده انا لو شعري ده معايا في رمضان كنت اشتغلت بتاع كنافه. انتوا بتخبوا عليا والله العظيم. يا ميدو يا ميدو يا شفتوره، تعالى لعند بترخم عليا وربنا. يا نهار اسود. خد يا. ايه يا معلم؟ انت خدت ايه من الدنيا يا؟ ولا حاجه. طب خد دي. اه لف بينا يا دنيا. خد دي يا. يلا يا بابا تعالى. تعالى. جيلو امشي كميدو اسات الرب يا استنى. استنى يا اخي يا مفتر يا قزم. يا قزم انا مش قزم، انا طويل. انت قزم. ما عداش من هنا، ما عداش من هنا. ماشي كده ماشي كده. اه اطلع. اه ايه يا شفتوره؟ هو ما حدش عارف يلمك؟ انت بقيت مفتري كده ليه؟ انا افتري على اي حد. تفتري على اي حد اشمعنى؟ عشان لسه شارب ريبول. هو ايه؟ انت شايف نفسك قوي؟ ايوه انا اقوى واحد على الكوكب ده. مين يا دي اللي اقوى واحد على الكوكب ده يا؟ انت هاد يا مصطفى فندم، مش قلنا لك ما تاكلش شوكولاته تاني ما دام بتجيب لك حساسيه كده؟ ايه النفخ مش مظبوط ولا ايه؟ لا امرم جسمك خالص. اوعى ايدك. ايه ده؟ وابو موته بعت لنا فانتام ولا ايه؟ استنى انا هعرف. يوم ورا يوم حبيبي. اجاني نوم حبيبي. هو يا عم هو بس التاني قصير. اه مين اللي مضايق الحته هنا؟ شفتوره يا معلم. شفتوره يا بنت اللي مضايقك؟ اه تعالى. ايه هتعمل ايه يعني؟ ايه اللي وقع منك يا معلم؟ معلم شفتوره راح على البلاط يا رجاله. انا مش هرد عليكم، انا هخلي رجالتي يضربوكوا يا رجاله. هات رجاله. Messenger, messenger, I'll
فاكرين يعني الضرب صعب؟ ها بت خلاص كده حبيتيني؟ انا كان نفسي تستخدم قوتك في الخير مش في الشر. كان نفسي تستخدم قوتك في الخير مش في الشر. مش مهم. وما حدش ياكل فيل. ها اجيب لك ميه. طيب مش مهم القوه، المهم البني ادم يكون له مواقف حلوه في حياه الناس، ياثر فيهم يخدمهم مش يخوفهم منه بقوته. ربنا يهديك يا مصطفى. يعني ايه يعني حتى القوه مش عاجباكي؟ طب اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ لا الفلوس نافعه ولا القوه نافعه. العفريت ده مبوظ الدنيا. اما اشوف ايه حكايته. ادعك يا مصطفى.